عند الله لهم ولاداء من الله كلمة لله تتعاطف على تنظير عدد الجزية خلق يكون في قول لا إله إلا الله دعوة من الله سبحانه وتعالى للعلم على بصيرة أنا ومن تبعات. عشان كده أول آية نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى هي اقرأ اقرأ واقرأ ليه؟ للخلق. فالدعوة في جميع أفعال المسلم الدعوة لله لأننا أمنا فريدة للناس وقرأ فأقنا وتقرأ على الناس على موت. فلا بد ضروري فواجب تعلم قراءة القرآن والقراءة والعلم واجب. وما فضل الإنسان أصلا على سائر المخلوقات الأخرى إلا بالعلم. وأول العلم القراءة ولا بد من معرفة القراءة الصحيحة. نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب لما تيجي تقرأ للناس أو هتتصدى للعلم أو هتعلم حد تعلمه بإبرة وعلى يوم ينام يعني هيصل إمام للناس يعمل إيه وخفف وهكذا. لنفسك اقرأ بقى لنفسك وطول ما شئت زي ما إيه كنا في التجربة امبارح كده وطبعا الناس إيه جزء وكده ف يعني ولكن لابد إيه التجربة تبقى أفضل بيان. يعني أنا إذا فضلنا نقول أنا في الراحة وأنا قلت آية ومرة عرف الله زمان كنت وبعدين بيت الكل عليه قطع الآية يا فندم الآية كيف تقرأها وكيف تحفظها وكيف تقوم بها وكيف تكون هذه الآية صفر لتدخل صفر لصفاتك وكيف تتعامل بها وكيف تخلص لله سبحانه وتعالى من هذه الآية وكيف تكون هذه الآية أنت قمت بالعمل بها وعملتها لو قلت اه صح لما كنت دخلت بقى في
يبقى او كو خلاص اي كو ما ينفعش، لا لابد انك تاخد الايه ليه الصحيحه لفرد القران. الكلام ده مش للمقرئ يعني، الراجل اللي هيبقى مقرئ لا، ده الكلام ده لكل مسلم. حضرتك عشان تقرا الفاتحه مظبوط لابد من الهيئه القرانيه للقراءه، واقرا امر لكل مسلم يعني الحمدية وحضرتك وحضرتك ولكل وابناء الصغار الجميع لابد ان نقرا قراءه صحيحه بهيئه اولا صحيحه الهيئه القرانيه ما بين قبله وابتسامه التفخيم والتبقيم. فلا القاف من حروف التفخيم وهي خص قاف القر المجموعه الكلمه دي بيجمع كل حرف منها خص ضغط القسم خاء الصاد والضاد والغين والطاء والقاف والقاف والراء لها مغامرها عندما تكون مفتوحة ومضمومة أو ساكنة وما قبلها أقرب حرف لها فتح أو ضاد. دي حروف التفخيم. الراء إذا كانت ساكنة وما قبلها مكسور أو أقرب حرف لها مكسور تكون مرفعة أو تكون الراء مكسورة تحتها كسرة تكون أيضا إيه؟ مرققة. أو يجوز فيها الوجهين إذا كانت في حال مختلف. وهكذا الراء لها أحكام مخصوصة. أهم حكم نعرفه الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تبقى مرققة. إذا كانت مكسورة تبقى مرققة. أو ساكنة وما قبلها فتحة أو ضم تبقى مفخمة. ساكنة وما قبلها أقرب حرف قبليها هي تابعة لي. مكسور تبقى ايه؟ مكسور. واحيانا يجوز الوجهين ولكن اذا عرفت دول بالنسبه للراء هتبقى ايه؟ صحيح. يبقى عرفت حروف التفخيم خص ضغط القط والراء اذا كانت مفتوحه او مضمومه او ساكنه وقبلها فتحه او ضمه والراء تكون غير ذلك ايه؟ مرققه يعني اذا كانت مكسوره او ساكنه وما قبلها ايه؟ مكسور. طب لازم اعرف الكلام ده ليه؟ لازم لان عشان اخد ايه القران حتى لا يتغير القران من صفتي يبقى ما بقاش قران. يعني قلت لابد اخد الهيئه بتاعتها الصحيحه اللي هي ايه؟ ضم على هيئه قبله قبل ما اقول القاف عشان تطلع قاف صح يبدا تو. طب لو ما خدتش الهيئه دي بقت كاف أو بقت حرف مش الآلة المصرية بتاع حرف من تحت قاف ولا كاف. لابد من إظهار وبيان القرآن وقرأناه وتقرأه على الناس على مكث يعني إيه؟ بيان. هذا بيان للناس، لازم تبين الحرف اللي بتقرأه لأن حضرتك بتقرأ للناس، تقرأ لنفسك وللناس، لابد تسمع جرس الحرف وتبقى سامع بقى كده. ده قاف ولا كاف؟ ده حرف إيه؟ هكذا كان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمستمع للنبي صلى الله عليه واله وسلم اذا استمع اليه يستطيع ان يعود الحروف في الكلمه التي يقرا من ايه؟ من استرسال في القراءه، كان يقرا ببطء شديد واسترسال شديد واستغراق شديد بكل حرف من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالقاف طالعه قاف مظبوطه والكاف طالعه كاف، ليه؟ لانه ده لوحده وده بامانه. فلازم حضرتك أول الأمانة أن تقرأ القراءة صحيحة لنفسك وللآخرين. يبقى القاف نأخذ الهيئة الصحيحة مضمومة يبقى طب القاف لو هي مكسورة اللي هي الكسرة بكسر الشفة السفلى مع الاحتفاظ بالإيه؟ بالتفخيم يبقى زي المستقيم. طب لو أنا يعني كلمة المستقيم بقى المستقيم يعني بقى كسرة مع الايه؟ مع التفخيم. طب لو انا خرجت من التفخيم يعني كسرة وما فخمتش تروح للكاف تبقى مستقيم كده بقت كيف، انما حتى فيها كسرة مستقيم تظل قاف، تظل قاف مفخمة ولكن اقل درجات التفخيم
يبقى كل ضيع من الهمزه، الهمزه ايه؟ مرفعه اكثر من خمسه الانتساب. قول ايه؟ ها رايح بعد الهمزه اللي ايه؟ العين. العين حرف ايه؟ مرفع. العين حرف مرفع. هو تاني محتفظ بالانتساب. يبقى قول مع رغم ان فيها ضمه، فيها ضمه مع الترقيق. يبقى الهيئه القرانيه الاول، وبعدين الهيئه العربيه اللي هي التشكيل، سواء كان فتحه او ضمه او كسر. تمام كده يا شباب؟ يبقى ما يروحش مني اي واحد يقول لي ايه بقى عشان اضم الحرف اضم، لا اذا ضميت الشفتين الحرف اذا كان مرقق هيبقى مفخر. فيبقى ضمة مع الاحتفاظ بالترقيق، يبقى الضمة مع البسمة. ازاي؟ يبقى حافظ على البسمة بتاعت الحرف عشان يفضل الحرف ايه؟ في حيز الترقيق. يبقى العين مرققة، يبقى قول بعد العين في واو كده، الواو دي يطلع عليها فتحة ولا ضمة ولا سكون ولا تأتيها كسرة، يبقى دي اسمها واو مد. يعني ايه واو مد؟ يعني هي العين وبمد الضمة اللي فوق العين سنة زيادة، حركة زيادة. يبقى بدل كل أعود لا كل أعود، يبقى دي ضمة للإيه؟ زيادة في ضمة العين، يعني بمد ضمة العين سنة زيادة. يبقى بحافظ على الابتسامة وبزود في نطق العين سنة. أقول داخل على الباب، يبقى ده الحرف ايه؟ مرافق. يبقى برضه احتفظ بالبسمة عند القراءة. هي دي الآية اللي بناخدها من الكتاب بتاعها عشان نعرف نقرأها عشان نتدرب عليها وكده. يبقى قول أعوذ، قول أعوذ. داخل على الباب، الباء حرف مرافق نفس الموضوع. اي قول اعوذ بي. القران يقرا بالحرف مصداقا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا اقول الف لام من حرف، ولكن الف من حرف، لام من حرف، ميم من حرف، ولك بكل حرف تقراه من كتاب الله عشر حسنات، والله يضاعف الايه؟ لمن يشاء بكل حرف. إذا فالقاعدة الذهبية، القاعدة النبوية، القاعدة الإلهية لقراءة القرآن أن يقرأ حرفا حرفا، هكذا يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى أقرأ إيه؟ يبقى أنا في القاف، أركز في القاف قبل ما أروح لللام. قول ورايح لللام وهكذا حرف الألف، ألف القطع اللي هي أول منطلق بكل حرف. القرآن تاني، القرآن يقرأ بالحرف وليس بالكلمة مجتمعة أو بالآية مجتمعة، ولكن الحرف الذي يجمع الكلمة ثم الآية ثم الصورة ثم القرآن كله. فالقرآن كله كلمة واحدة، القرآن كله حرف واحد. عشان كده كان القرآن يقول ايه؟ قرأ بحرف لا أعرف. قال قرأ بحرف، يعني هو القرآن حرف؟ نعم. القرآن كله مبني على ايه؟ على الحرف، لأن القرآن يقرأ بالايه؟ بالحرف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف لام حرف ميم حرف. فقراءة القرآن تكون حرفا حرفا، حتى بعد ما تعدى لا يقرأ القرآن إلا حرفا حرفا. ده الفرق ما بين القرآن والقراءة العادية والكتابة الكلمة على تبص عليها كده تاخد المعنى كله على بعضه، او كما قال مش عارف ايه. ده كلام البشر والناس على بعضنا كده، انما كلام الله لا، ده موضوع تاني خالص. بالحرف هكذا قول. والقران غالب، يعني مهما تعلمنا كلنا تجد ان انت برضه ايه؟ تفضل تتعلم. ليه؟ لان ده كلام الله سبحانه وتعالى. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا مصدعا من خشيه الله. مع بعض شباب؟ قل اعوذ بي. بعد الباء هنا الباء مكسوره رايح للراء، الراء هنا عليها فتحه تبقى مفخمه، سواء كانت الراء عليها فتحه او ضمه تبقى مفخمه. يبقى اخد ايه التفخيم ايه؟
قبل النطق بالراء يعني ياخد هيئه الخوف. يبقى انا كنت مبتسم في الباب دي، اروح راجع للايه؟ قبل ما انطق الراء دي را. يبقى قل اعوذ بي را، تشوف حرف حرف دي را دي را، خلاص كده؟ رايح بعد الراء للايه؟ للباب. الباء دي منين باء؟ باء ساكنه وباء مشبوكه فيها تحتها ايه؟ كسره، يبقى شده وكسره. يبقى انا هنطق اثنين ايه؟ اثنين باء، والباء حرف من حروف التخفيف، حرف مرقق، فانا هنطق اثنين باء، هنطق ب ساكنه وب ثانيه مشبوكه فيها اللي هي الباء المكسوره، والاثنين باء كده واحده وعليها شده وتحتها ايه؟ كسره. يبقى الاثنين بيه دول هطلعهم 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 ازاي؟ اخد الهيئه، الهيئه ايه؟ ابتسام دي را، كنت في الراء مفخم واخد هيئه القربة دي را. هروح بقى من اللي قبل ما انطق البيه الساكنه وهشبك فيها البيه المكسوره، لان النطق الكتابه الكتابه هي مكتوبه بيه واحده، ولكن انا لما هنطق هنطق اثنين بيه، بيه ساكنه وبيه ايه؟ مكسوره. يبقى بعد ما اخلص الراء المفتوحه في را اروح رايح للهيئه بتاعت البي، شايف انا قدامي حرف ب والحرف ده مرقق وهنطق ب ساكنه تبقى را. اروح الاول بالابتسامه دي هيئه الحرف المرقق في را، اروح حافظ على الابتسامه ب، يبقى في ب اهي دي را، دي ب ساكنه دي را، الب الساكنة شكلها ايه؟ ابتسام غير الراء دي را. يبقى قبل ما اروح للب اكون خدت الابتسام. الحقيقة القرآنية ده محتاج تدريب، ده محتاج ايه؟ تدريب. فلازم نتمرن ايه؟ مع بعض. فلازم الحلقة دي نتدرب عليها بعد ما تخلص الحلقة تسمعها وتتدرب عليها وتتدرب على الحاجات اللي احنا ايه؟ بنقول عليها ديت. وطبعا في مشايخ كتير بتتكلم في علم الايه؟ قراءة القرآن. فمرن نفسك لأنك محتاج أن تقرأ، وكلنا نحتاج أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة حتى نتحصل على مراد الله سبحانه وتعالى مما أراد لنا من الخير الكبير في كتاب الله سبحانه وتعالى. ب ب يبقى كده تنقطع اثنين ب، والاثنين ايه؟ هيئته ترتيب ب ب. هدخل بعد كده على ألف الايه؟ ألف اللام لم ال الشمسيه دي را بي. طيب هنا هتبقى كانها الف وصل بالكلمه التي ايه؟ بعدها دي را بي دي را بي. طيب ده كله انت رايح برضه للنون، لان انت عندك اللام الشمسيه بتبقى تابعه للحرف اللي هي هيحصل فيها ايه؟ هتبقى ملتقطة أو ملتصقة بالحرف الذي بعدها أو مشبوكة بالحرف الذي بعدها، يعني اللام مشبوكة في النون في كلمة الناس، وكأن اللام والنون هما حرف واحد وكأنه نون مشددة، كأن في نون اللام تحولت للام الشمسية، اللام الشمسية يعني إيه؟ يعني نظرا للشمس يعني بالتقريب كده، إنما هي اللام صفاتها إيه؟ بيتم التعامل مع الحرف اللي بعديها على انه جزء منه وهي جزء منه، يعني بتبقى ايه؟ نون. خلاص يبقى بقت اللام والنون دي كانها اتنين نون، ولكن بتبقى هي كأن بتحل محل النون الساكن. يبقى هما اصلا النون اللي عليها شده وفتحه ديت عباره عن اتنين نون، نون ساكنه ونون مفتوحه، بيتحطوا الاتنين جنب بعض أو تتكتب نون واحدة وتحط شدة وفتحة، أنا بنكتب اثنين نون، نون ساكنة ونون تانية مفتوحة، بنكتب في الكتاب نون، وعارف بقى القارئ بقى دارس كده وفاهم إن دي اثنين نون. طيب هنا مش اثنين نون، هنا لام ونون، فاللام الشمسية دخلت على نون كلمة الناس وحلت محل إيه؟ النون الساكنة، وكأن اللام دي تحولت في النطق لنون إيه؟ ساكن. يعني اللام دي مش موجوده، هي موجوده عند قدامك لام، لا انت هتحذف اللام دي في النطق وهتنطق نون ان. طب فين اللام؟ اللام بقت نون، نون ايه؟ في
النطق نون ساكنه، مفيش لام عنده، لان اللام دخلت على النون وكانها خرجت من صفاتها اللاميه الى صفه الحرف الذي بعدها، خدت شكل، خدت صفه، ولكن خدت صفته ايه؟ بسكون. تبقى هل دي ايه؟ دي نون ساكنه اهي. يبقى اللام راحت فين؟ راحت بقت النون الساكنه دي. واخش بقى على النون الاصليه اللي هي النون المفتوحه. بيرقم ن ن. طيب النون دي هنا ايه؟ نون مفتوحه وحرف مرقق وحرف من حروف الغنه. طب يخرج هواء من الانف او الخنشور عند النطق بها، يكون هذا الهواء سببا استماع جرس في الأذن، استماع رخيم أو رقيق أو جميل، يستحب أن تذهب تسمع برقم وهكذا برقم. يبقى لايك نون لايك ساكنة دخلت في النون الثانية المفتوحة، تنطق على أنها نون مشددة ومفتوحة مع قلنا لهذه النون بضم صفات النون المرققة القرآنية. يبقى قلنا أعوذ برب الماء. بعد النون المفتوحة في ألف، في إيه؟ ألف. الألف دي مد، بمد ألف أو بمد الألف دي بمد فتحة النون، يبقى نون مفتوحة ومبدودة بألف. مش الناس على طول سين، لا نون فتحة سين، لا نون فتحة ألف مد، يعني بمد الفتحة دي شوية اللي هو مختار حركتين اللي هو المد الطبيعي قبل ما اروح للسين مع الاحتفاظ بالمد بيتبع الحرف اللي قبليه. اذا كان مرقق يبقى المد مرقق، اذا كان مفخم يبقى المد مفخم، لان المد الحرف الذي عليه التشكيل في الحرف المفخم. اذا كان مد بالالف وقبليه حرف مفخم يبقى المد مفخم زي ما إذا كان مرقق زي هنا ومد طبيعي يبقى الناس، يبقى برضه ما بين آية وابتساع. يبقى المد يا إما بيبقى مد مرقق على حسب الحرف اللي أو مفخم على حسب الحرف اللي، وهنا الألف هنا مد مرقق لأن النون مرققة. يبقى أقول إيه؟ قول أعوذ برب مختار حركتين أو ثانيتين أو عدتين. تمام. بعد كده هروح لحرف الايه؟ لحرف السين. طيب السين ده فخر مرقق ولا مرقق؟ السين مرقق. هقف عليه بقى هقف بسكون. اذا هوصل هوصل بايه؟ بكسر. يبقى ايه؟ الناس. وده حرف من حروف الهمسه، يعني لابد الهمسه دي او الصفه دي تقرا عن الاذن. أذن المستمع، وأنا والقارئ هو أول المستمعين، يبقى أنا لازم أسمع إيه؟ سس وسين وليت التاء وصاد وهكذا. حرف من حرف لا يبقى سس ياخد صفر، يبقى كل أول برقم بي ناس لازم أقابل. يبقى كده إيه؟ ما أقولش برقم ناس بنسي. لازم اسمع ليه؟ السين. واصحى حرف من حروف الهمس، يعني حتى لو واحد بيوشوش حتى او بيتكلم بصوت واطي تلاقي الحروف اللي هي الهمس دي بتتسمع. يعني ايه السين؟ يعني حتى عايز تلاقي السين الصاد حروف اللي هي همس اللي هي حتى لو شخص متساكن. الثاء يعني الثاء دي تتسمع حتى لو واحد بيتكلم بصوت، عشان كده اسمها همس. يعني حتى لو بتتكلم بالهمس لا الا همس، لا تسمع الا ايه؟ همسه، لا تسمع الا همسه اللي هي حروف الايه؟ الكلمات اللي فيها حرف من حروف الهمسه دي. وهكذا حتى الفاء الفاء وهكذا. فالسين من حروف الهمسه يبقى لازم تتسمع. فما بالك بقى واحد بيقرا والمفروض ان انا قاعد بسمعه والمفروض يقرا بصوت عالي وما يبقاش في سين، يبقى ده بيقرا ايه ده؟ اذا كانت حروف ده حرف همس. يعني في الصوت الواطي في الهمس المفروض بيتسمع، فما بالك المفروض بيقرا. يبقى قل أعوذ برب الناس كده، مش الناس فين السين؟ مفيش سين.
اقول اعوذ برب الناس. وقفت على كلمه الايه؟ الناس، وقفت على السين بسكون، والوقف القران لا يكون الا بسكون. الوصل يكون على حسب الكلمه وما ولا انزلت به من فتح وضم وكسر. يبقى اقول اعوذ برب الناس. طب لو اوصل برب الناس ما يبقى سين تحتها ايه؟ كسر، انزلت هكذا. انا ليه بقول انزلت هكذا؟ لان احيانا هتجد كلمات لا تخضع للاعراب. يعني مش هقول لك على حسب اعراب، لا، ما انت على حسب ما انزلت. يعني على حسب زي ما النبي قالها وزي ما الصحابه اتعلموها وزي ما وصلتها. انا كنت بقرا على احد الشيوخ وبعدين ايه بقول فلا، قال لي لا مفيش فلا. مفيش فلا اقول فتح. بقول له ليه؟ ما هي فيه لم الف الف الشيخ قالها لي كده. تلقيتها من شيخي كده، كنت تلقاها زي ما تلقيتها من شيخي تقول فلا. وده الاصل. يعني مفيش حاجه، مفيش حاجه اسمها ليه، هو الشيخ يدي. الشيخ اللي علمني سمعها كده من شيخه. وفضل وشيخه سمعها كده من شيخه لحد ما توصل لسيدنا النبي، سمعها كده من سيدنا جبريل، سيدنا جبريل سمعها كده من الله سبحانه وتعالى. فهي وصلتنا كده. ده كلام الله. فهو ده القرآن. فقال لي اه فلا، لا يعني فلا دي ما فلا. ما تقولش فلا. يعني في حاجات كده ايه؟ تلقيتها كده، زي ما تلقيتها زي ما قولها وزي ما علمها، ما تاخدش اجازه الا لما تقولها زي ما ايه؟ زي ما كما انزل. كما ايه؟ كما انزل. مش على حسب قواعد اللغه العربيه. يبقى هي الناس هنا تحتها كسره كما انزل. هي انزل كده. الناس دي تحتها انزل. قرئت بكسره في الوسط. وقرئت بسكون في الواقع. يبقى الآية اللي معانا إيه؟ قل أعوذ برب الناس. كده آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الآية علينا أن نتعلم قراءة وحفظا ونعمل بها. واصل لله سبحانه وتعالى ونعلمها لأنفسنا، نتعلمها لأنفسنا ونعلمها لكل المسلمين ونبلغها لكل خلق الله أجمعين تضاهى وجه الله وإخلاصا لدين الله وإخلاصا لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمر الله ورسوله. قل هذه سبيلي في كتاب الله، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا، ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا مشركون. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم بلغوا عني ولو ايه. يبقى كل ايه حضرتك محتاج تعلمتها تمام، قطعت تمام، استطعت تمام، علمها لغير المسلم. كل حد حاضر معانا دلوقتي، كل حد يسمع الكلام ده، تعلم الايه دي وطلب منه زي ما تعلمها يعمل ايه؟ يعلمها لكل المسلمين ما استطاع الا ان تسجل على قد ما تقدر. نفسك، مراتك، ولادك، اخواتك، اصحابك، اصدقائك، الله يسلمك. ده بالنسبه للمسلمين. وكذلك تبلغها لكل خلق الله اجمعين هم غير المسلمين. تطلب ده كتاب الله جابه لنا في السعاده والخير كله. وفي الايه ديت اللي هيتعلمها الله سبحانه وتعالى هيكرمه وهيعيزه من ايه؟ من الشرور ومن كده. طيب غير المسلم عشان يتعلم الايه ديت يبقى لابد تقول له الاول قول لا اله الا الله. فاذا قبل لا اله الا الله فهي تعالى. وتعليم المسلمين وتبليغ غير المسلمين. طب هبلغ غير المسلمين ازاي؟ بان اعمل انا بهذه الايه ومن معي من المسلمين. يبقى احنا مسلمين عشان الايه دي توصل لغير المسلمين تبقى ايه؟ تبقى حقيقه. يبقى احنا بنستعين برب الناس بجانب.
استعين ولا استعين الا برب الناس ملك الناس. احنا نستعين قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، يبقى نستعين برب الناس استعاذه حقيقيه. يبقى انا كده ببلغها لمين؟ لكل الخلق. ليه؟ يقول لك المفروض ابلغها، لازم اعرف الطريقه ازاي. يبقى علمها لكل المسلمين بالحسنى وبالراحه، لكل من استطيع وبالحب، لا اكراه في الدين. الدين كله لا مبني على المحبه، الدين كله مبني على المحبه لله ورسوله، كله لله والرسول وللمؤمنين جميعا. تحب نفسك، تحب الله سبحانه وتعالى قبل اي حاجه، تحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احب لك من نفسك. لازم تكون اصلا بتحب نفسك مش تكره نفسك، بتحب الاخرين وبالحب توصل للاخرين، مش بالليل مش بالاكراه. الدين لا يصل الا بالمحبه لله سبحانه وتعالى، حيث ان القاعده الاساسيه في الدين وتبليغ الدين وتعليم الدين، والدين بوجه عام الشعار الاعلى بعد لا اله الا الله محمد رسول الله، لا في الدين قد تبين الرشد من الغي الى اخر الايات وما يرجو بالتوفيق الى اخر. يبقى لا اكراه في الايه؟ في الدين، كل الدين بقى، سواء كان تعليم سواء كان تبليغ سواء كان كل شيء. يبقى هنا هذه الايه اتعلم قراءتها تمام واحفظها تمام واعمل بيها. ليه؟ عشان تصل لغير المسلم، عشان استفيد انا اصلا بيها. يبقى اعلمها لكل المسلمين ونعمل بيها كلنا المسلمين. يبقى كل المسلمين يعملوا بهذه الايه؟ الايه. لما نعمل كلنا بهذه الايه بدل لا يحصل ايه؟ طبيعي تلقائي ان غير المسلمين هيشوفوا ان احنا الله اكرمنا ببركات هذه الايه. طب الناس دي حلوين ليه كده وناجحين ليه؟ عشان في كتاب نزل لهم في آية فلانية والناس بتعمل بالآية الفلانية ديت، فعشان كده الناس دي ناجحة. طب ما احنا عايزين نبقى زي الناس دي. عايز تبقى زي الناس دي، تبقى ايه حضرتك؟ الناس دي عندها حاجة اسمها دين. ايه الدين ده؟ الدين ده اسمه الإسلام. ايه الإسلام؟ ابتدي بقى يدخل. يبقى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دين الله مش بالإكرام. الدعوة إلى دين الله بإن حضرتك أنا أصلا من هذا الطريق. أتعلم كتاب الله وعلمه واعمل به وابلغه عن طريق عملي لهذا البيت لهذا البيت. وان نفعنا الله واياكم لما يحب الله سبحانه وتعالى، ونفعنا الله واياكم ويسر لنا ما يحب الله سبحانه وتعالى. يبقى ده كده ايه من كتاب الله، يبقى كده هو ده تعليم ايه من كتاب الله. طيب عشان احقق ده، عشان اعمل بالايه ديت، لابد من السنة المطهرات الشريفة، لأن المنهج العملي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أنزل عليه هذا الإيه؟ هذا القرآن. عشان كده ناخد حديث من أحاديث سيدنا رسول الله، وما ينفعش ناخد الآية من غير ما ناخد حديث. ليه؟ عشان ما نبقاش لا تقربوا الصلاة، وأبقى عايز، طب عايز أنفذ بقى، عايز ربنا يكرمني وآخد العطاءات، الله يكرمني كده. عشان كده بنقرأ الآية بتاع القراءة
يعني في اختلاف كده وجدال يعني زي ما بيحصل كده يعني. فتلاحى رجلان يعني عمالين ايه؟ يتخانقوا. فتلاحى رجلان من المسلمين يعني الناس كده عاملين يعني منظر عام كده مش الموضوع ده ايه؟ يعني تسبب في ايه؟ يعني الاختلاف ما بيننا وبين بعض يعني سوء ذات البين تسبب في ايه هنا؟ فقال اني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني خرجت لاخبركم بليله القدر وانه تلاحى فلان وفلان. فلان ده عامل وش وفلان التاني ده عامل وش وعامل مشاكل. فرفع على طول يعني ما فيش حاجه بتعدي في عقاب الله سبحانه وتعالى ما عجبوش الايه؟ المنظر ده. ايه المنظر ده؟ الله سبحانه وتعالى اول رقيب ومن اسباب رقيب فرجاي ايه ده؟ يعني ده دلوقتي بيقابلوهم في ليله القدر وقابلوهم على البشرى الجميله العظيمه ديت قله ادب حاصله من الاثنين. فقله الادب من الاثنين من الاثنين قله الادب من الاثنين ده احنا لحد النهارده مش عارفين ليله القدر بشكل دقيق بسبب الاثنين دول. تلاحم يعني ايه؟ يعني قله ادب من واحد ممكن تتسبب في مشكله تنزل على حي بالكامل تنزل على المسلمين بالكامل. يعني قله الادب ترك قله الادب وعدم الاخذ على قليل الادب انه يبقى مؤدب ويتادب ويبقى انسان مؤدب ومحترم ويبقى انسان مؤدب ومحترم كلنا بندفع الثمن. فاحنا لحد دلوقتي بندفع ثمن ان احنا مش عارفين بشكل دقيق ليلة القدر يوم بقى 21 ولا 29 ولا 27 واختلافات وحكاية بسبب ايه؟ بسبب الاثنين دول. الكلام ده الحديث ده في صحيح البخاري وفي الطبعة اللي معانا ديت في كتاب الإيمان صفحة 20 والباب اللي هو باب أيه؟ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر اللي هو ايه؟ إلا بالسبع قدر. خلاص في كتاب الإيمان مسألة عشان بعرف الناس الحديث ده فين وبيخبرنا بإيه؟ يعني بص الوقت فتلاحى فلان وفلان العقاب على طول. حصل إيه؟ فرفع. طيب الله عشان لطيف وحكيم وعظيم وعشان سيدنا النبي عشان خاطر سيدنا النبي ولأنه رحمة مهداة فيعني ساب له منها بواقي كده من المعلومة اللي هي إيه؟ وعسى أن يكون خيرا لكم. عشان تعلموا الأدب. لأن إذا جات لكم سهلة كده وقالت له الله أعلم بقى دلوقتي ولسه النبي موجود ولسه الدنيا يعني وخيرة وفلان وفلان إيه؟ طبعا الاثنين ده تشريع الله سبحانه وتعالى إيه؟ عسى الله سبحانه وتعالى أراد الخير. يعني إيه؟ الله بيقول لنا إيه؟ إذا كان أيام الصحابة هم اللي بيتلاحوا دول صحابة ومع ذلك بيحصل منهم كده في وجود ومش عارفين الخير فين بدقة ومع ذلك بيحصل منهم كده. طب ده لما أقول لهم بقى ليلة القدر كده الفلانية هيعملوا إيه؟ أو اللي جايين بعدين كمان بقى اللي جايين بعد الأيام يبقى عشان كده سيدنا النبي قال إيه؟ وعسى أن يكون خيرا لكم. وفعلا بيحصل إيه بقى دلوقتي؟ الناس تيجي بقى رمضان تبتدي بقى تدور على ليلة القدر من أول رمضان وطلع بقى على العشر الأواخر ويبتدي الإيه العبادة تزيد وعند العشر الأواخر يبتدي الناس بقى إيه يلتمسوها في العشر الأواخر ويلتمسوها كمان في وتر العشر يبقى في كده إيه؟ يبقى الشكل العام بقى كده إيه إصلاح للمشكلة دي اللي هي إيه؟ اللي هي تلاحي فلان وفلان دي. الله سبحانه وتعالى لما رفع كده المعلومة رفعها خير لأن الله سبحانه وتعالى ده يفعل كل الخير فيه. الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الخير دائما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالخير دائما. وعسى أن يكون خيرا لكم. التمسوها في السبع والتسع والخمس. يبقى ألفاظ الحديث دوت التماس ليلة القدر في 27 29 25 والأقصى ده التسع السبع والتسع والخمس. يعني ليلة 27 وليلة 29 وليلة 25. الترتيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدا في الحديث هنا بدا بالسبع ما بداش وما رتبش يعني هو قال السبع وبعدين طلع للتسع وبعدين
وبعدين نزل للخمس وما قالش مثلا الخمس والسبع والتسع، او قال التسع السبع الخمس، لا بدا بالسبع نقطة من ترتيب الكلام تكون السبع في المنتصف سواء كان هيمشي تصاعديا او تنازل. من هنا رجح اكثر العلماء او كثير من العلماء انها السبع، لان كانت اقرب حاجه لزي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما قال يعني قال السبع وبعدين ما راحش سبع وابتدى ايه؟ يعني قال السبع وبعدين طلع التسع والخمس، يعني ما قالش 25 27 29 او هي او تدرج 29 27 25 اللي هو الكلام اللي ايه المنطقي لما يكون حد هيقول معلومه بسهوله. انما بدا بالسبع اللي هي في المنتصف ما بين التسع 29 وما بين ال 25، فهي اقرب الايام لليله الايه؟ القدر. وفي حديث ثاني انها ليله 21 وهتعمل لها برضه موجوده في صحيح البخاري. فالتماس ليله القدر من ليله 21 اللي هي بمصابح 21 يعني يوم 20 بالليل مصابح 21 والليل وهكذا جميع ليالي الايام العشر وخصوصا الليالي الوتريه سواء كانت 21 بيوم 20 بالليل ويوم 22 ويوم 24 ويوم 26 ويوم 28 كل الايام دي اللي هي بيبقى الصبح ايه؟ وتر. يعني يوم 20 صابح 21 يبقى ده بالليل كده عزم تكون دي ليله القدر. طب يوم 22 اللي هو صابح 23 عزم تكون ليله القدر. هذا حديث من احاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد من هذا الحديث استفاده كثير جدا من التطبيق العملي في كتاب الله سبحانه وتعالى. عدم التلاحي، عدم الاختلاف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم واصلاح ذات البين. يعني كل ما نكون في وفاق وفي محبه وفي سلام بيننا وبين انفسنا والاخرين كلما كنا اهل استقبال وحماه وعطاءاته، كلما كنا في وفاق. طيب كلما كنا في خلاف كلما نزعت منا اهليه العطاءات والنفحات الالهيه، بل وكنا اهل الاستقبال والعياذ بالله يعني او الجزاء يكون جنس ايه؟ العمل. يبقى كل ما تكون الحاله العامه في وفاق وفي اجتماع على وتعاون على البر والتقوى هتلاقي. عشان كده احنا بنقرا في اخر حلقه التعليم اللي هو المنهج عن ايه القرعات في اخر الحلقه، لان هو ده الجمع يكون حسن التعاون على البر والتقوى. كلما تعاوننا على البر والتقوى كلما يعني حاجه اسمها كده قانون الجذب. لو كان دلوقتي هنخش على ايه؟ بعد حد الصحابه على موضوع التنميه البشريه وحد الجذب. المهم استجلاب رحمات الله يكون من خلال ايه؟ التعاون على الخيرات، التعاون على البر والتقوى. لما نكون متعاونين على شيء ايجابي، اي شيء ايجابي وما فيش بيننا وبعض اختلافات ونفسنا زي ما بنقول كده والكلام ده كله متنافس ملوش مبرر الحاجات دي بتستلزم ايه؟ بتستلزم العقاب على طول. اللي هو النفسنة والغل والحقد والتلاحي والاختلافات القاضية وتضييع الوقت ولا حاجة، الكلام ده كله بيستلزم الوقت والجهد وبيستجلب غضب الله سبحانه وتعالى وايه؟ والعقاب من الله. الناس دي ما تعرفش اواكم بعد البيان او القوانين. طب كلما كنا على وفاق واجتمعنا لما الصحابه اجتمعوا كده وغير النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يحب المشاهد التي رضي الله عنه التي في بيعون تحت الجنه فعلم النبي رحنا عملي بقى رفع عنهم تكليف انهم يحاربوا وبشرهم يخشوا مكه كده. يبقى كل ما تبقى حلم مش هتلاقي الحلم يجي لك من نفسك، وكل ما تبقى يعني الله يهدينا ويهديك يبقى لما الله يهدينا ويهديك نسال الله سبحانه وتعالى ان يدعي لنا ويجعلنا من الخير والخير. الله سبحانه وتعالى يجعلنا كما يحب ويحب ربنا كده يجعلنا حلوين حلوين بالمقياس الالهي، حلوين بالمقياس
سيدنا ما نزلش عليهم القرآن، مكملين مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والآية الجميلة محمد رسول الله والذين معه، الذين معه اللي هم مين؟ كل أتباعه. يعني إحنا تنطبق على ما هي الآية. ولكن اللي شافوه بقى صوت وصورة وعاشوا معاه ده المنهج اللي إيه اللي عمل. طب نقرأ فاتحة السفر ونشوف الرجالة دي اشتغلت إزاي؟ خدت العطاءات إزاي عشان تعمل زي مين؟ قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الناس دي قالت. يبقى في ناس هي قالت. طب الناس دي لما قلدت سيدنا النبي وبقى سيدنا النبي هو قدوتهم كانوا فين وبقوا فين؟ تمام كده؟ الناس دي قبل ما يجي سيدنا النبي ويقلدوه كانوا لا فكرة لهم في الكون، كانوا مجرد ناس عايشة كمالة عهد. كان في كده الفرس والروم وناس كده عايشة ايه؟ مستهلكين. يعني كانت تيجي ايه مستهلكين، كانوا الفلوس اللي حتى بيعدوا بيتعاملوا بيها كانت فلوس يا اما فلوس تبع الدراهم والدينارات اللي هي بتاعت الفرس او تبع الدراهم والدينارات اللي هي يا اما عليها صوره كسرى او كايزر، وكان يسمعها اسمه كسرى ولا كايزر يا يسبوا منها. كانوا مجرد ناس كده عايشه كمال تعالى، رغم ان جدهم وابوهم نبي من انبياء الله سبحانه وتعالى هو سيدنا اسماعيل عليه السلام ابن ابي طب الله الناس ما كانش لها ما كانش لها اي حيثيه خالص، كانوا عاملين يحاربوا بعض على 40 سنه يحاربوا بعض. قصه العرب بقى قبل الاسلام اقرا بقى براحتك عشان ما تاخدش من وقت حضرتك في الكلام. طيب يعني الناس لا ذكر لهم ولا مقام. الناس بيضربوا بعض اصلا اللي هم تلاح كانوا بيتلاح، ما هو في وراثه يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يجيب كانوا برضه بيتلاحوا كده. لا بس كان قبل الاسلام بقى مش تلاح، ده كان بالسيف والقبول كان الاوسي بيحارب الخزرج وكان مش عارف كليب وحرب كده حارب 40 سنه بسبب يعني خلافات ما بين على المدن. شوف ناس كده وكان ممكن يتحاربوا عشان اي حاجه، ممكن واحد يقول واحد كلمه كده يقوم يخدم ويقوم ماسك بعض السن خلاص. يعني ناس ايه الله يسامح يعني ايه محتاجين ايه ناس الكون كله شايف ان الناس دي عايشه كده او قاعدين في صحراء وبعيد عننا وايه؟ والكون مريح دماغه ايه؟ وكان الوضع بتاع العرب او الصحابه قبل الاسلام كان وضع عامل ازاي؟ الدول الكبيره حقهم يفضلوا ايه؟ في اللي هم في التلاحي والايه والخلافات اللي هم فيها دول ديت، لان الناس اللي زفقت هيعملوا لنا ايه؟ وجع دماغ. فخليهم كده دايما ايه؟ فراغ كده في القهوة مع نفسهم كده مش لما جالهم بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما اتبعوه في 180 درجة بقوا في حتة تانية خالص، بقوا ناس وبقوا رضي الله عنه وبقى موضوع تاني وبقى في منهج وبقى في دولة وعرف يعني ايه دولة، عرف يعني ايه دنيا وعرف يعني ايه دين وعرف ايه ده. لا بقوا ناس تانية خالص، بقوا ناس تانية خالص أعزهم الله، كانوا ناس أذلة لا قيمة لا طرف الإسلام أعزهم الله إليه. الإسلام بقوا دولة ابتدوا بقى يروحوا كمان للناس الكبيرة دي يقول لهم إيه؟ ده في بقى نظام وفي نظام الدين، ونظام الدين بيقول واحد واثنين ثلاثة، وحاجة اسمها القسط، حاجة اسمها العدل، وحاجة اسمها احنا زي السمك الكبير ياكل الصغير، ويعني إيه؟ وكل حد عايز يبني ثراءه على فقر غيره وقصص. لا في حاجه اسمها الله بتاع سنه إيه لنخرج الناس من ايه؟ من جور الاديان الى سعه الاسلام. يعني الحاجات اللي انتم بتعملوها السياسات اللي انتم بتتبعوها دي ومستذلين وشعوبكم وكده لا الكلام ده ما ينفعش فينا رجالنا قلنا واحد. الله يعني احنا كمسلمين او احنا العرب او هو الصحابه ده اللي حصل؟ يعني ده اللي المفروض دلوقتي يحصل حضرتك؟ طب في حل تاني غير الحكايه دي؟ اصل الحكايه دي دين بقى وبتاع ومش عارف بتاع، يقول لك اصل الدين اصل الارهاب. لا يا حبيبي الارهاب حاجه والدين حاجه خالص. الارهاب ده حد بيتاجر بفلوس مرتزقه يتقال له بقى الدين، يتقال له هو قصته الفلوس. الارهاب قصته ايه يا الفلوس. بيتسطر بقى وراء الدين، بيتسطر وراء القوم، بيتسطر اي وراء اي صلاه، بيتسطر ان ظروفه كانت صعبه
يتسطر وراء أي ستار بفعل، لأن هو أصلا إنسان كامل فهو صالح يعني يكون كامل. يعمل بقى دقن ويقرا له كلمتين عشان ينفذ عملية مش عارف نجاحها. واخد بالك؟ موجود في جميع الإيه؟ في جميع الأفلام الفيروس كده موجود في المجتمع ويتسطر خلفه ده في قصة تانية خالص. وليس له دين معين، الإرهاب ليس له دين. الإرهاب دي مواصفات خاصة، الإرهاب هو إنسان تحول إلى كلب فلوس، يعني يريد المال بأي طريقة كانت حتى لو كانت دماء الأطفال والنساء، زي كده يعني الناس اللي هي عمالة تموت الأطفال على دول لهم علاقة بالدين الإسلامي نهائي. طيب الإرهاب اللي بيعملوه ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن دي ناس هي كده كلاب فلوس، عايزين يعملوا مشروع معين، عايزين يكسبوا مكاسب معينة، ليهم توجهات دنيئة يريدون تحقيقها، فبيقوموا بتحقيق بشيء اسمه الإرهاب. لا علاقة للدين بالإرهاب. أما الدين الذي ينزله الله هو للسلام، لأن الله سبحانه وتعالى مش محتاج حاجة، فبيعطي للخلق الحاجة اللي فيها مصلحة الخلق، مش هيرغب الإيه؟ الخلق. الله، طب ده في آية في القرآن تلهبون به عدو، تلهبون به الإرهابيين اللي هم أعداء الله، لأن لازم من نفس النور، زي النار جاية على حضرتك فأنت بتولع في الحتة اللي قدامك عشان ترتقي النار للنار ده عشان تقدر تحافظ على الباقي. فلازم يحصل إيه؟ هو ده إرهاب، ده مش هينفع معاه لغة الإيه؟ الإرهاب. زي كده وأعدوا له ما استطعتم من قوة، عشان مفيش حد بس يقطع أصل الله، ده ترهبون به، ترهبون به يا فندم، ده مع الإرهاب. أما الإسلام لا إكراه في الدين، مش لا إكراه في الدين، الدعوة تتفق، لا إكراه في الدين، كل الدين، كل تفاصيل الدين. ما ينفعش واحد تعرفه بالصلاة بالعافية. ما ينفعش. ولا الصوم بالعافية. ولا حتى إذا صلى بالعافية يبقى هو كده مظبوط، يبقى كده بيضحك عليك وبيضحك على نفسه. ما كناش نحب الله بصدق ونحب دين الله سبحانه وتعالى بصدق، يبقى صدق داخلنا مش هتتفق. والحل بقى هيبقى إن الطائر من سيء لإيه؟ لأسوأ. فبنشوف النموذج اللي كان سيء ثم تحول ببركته. دين الله وبركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبركة كتاب الله وسنة رسول الله إلى أفضل نموذج مر على التاريخ. أفضل نموذج حكم العالم، حكم الإيه؟ العالم. والله أيدهم بالعطاءات، الله أيدهم بالعطاءات وبالمعجزات وأيدهم بالملائكة وما إلى ذلك. طب إيه اللي خلى الناس تتغير وبقت في هذا الحال؟ اللي احنا حضرتك بتقول لي احنا كلنا ومش انا لوحدي، ده كل المنبوع يفهم ودرس وبحث وجد انه لن يصلح حال اخر هذه الامه الا بما صلح عليه اول الامم الصحابه الكرام ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا محتاجين نعمل نفس النموذج ده، يعني خطه الاصلاح موجوده ده. والنموذج موجود ده. كل حاجة موجودة يا فندم. يبقى العقاب اللي بينزل من الله احنا نستحقه يا فندم. ليه؟ لأن احنا الخطة موجودة والطريقة للإصلاح موجودة والقائد الذي نجتمع حوله موجود ونصير نجتمع حواليه. طيب وما بنعملش ده يبقى العقاب نستحق. يبقى نعمل المطلوب نخرج من الايه؟ من الدائرة الايه؟ السيئة. طب ما بنعملها. طيب انا بالنسبه لي محمود الصلاه محمود عبد الكريم راجل ده بقدم الله سبحانه وتعالى موجود مسلم عايش في واقع اليم اشبه بواقع الصحابه قبل الاسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى اكرمني بالاسلام. يعني هو ده الفرق، يعني حتى الصحابه قبل الإسلام، فإحنا يعني الحمد لله في فرق في الإسلام
يعني انا قعدت اطلع كلمتين رنهم لحضراتكم دول قال لا ينسى. اللي بقول لحضراتكم ده خلاصه قال لا ينسى. انا عندي دلوقتي 51 سنه تقريبا، يعني واحد واحد مفتح 51 سنه لسه. هدول منهم 7 أو 10 سنين كنت لسه يعني ويعلم الله من سن صغير. من وانا يعني 6 سنين 7 سنين كنت عمال بسأل. لكن هدول من 12 سنه 11 سنة يبقى في عدد من السنة تحت الصراط الحكيم حتى أكرم الله اللي راح يرفع عليه. الخلاص والنجاح والفلاح في حلقات التعليم دي اللي بقول لحضراتكم ده النفس. يعني ممكن ما اخدش حضرتك الحمد لله الله سبحانه وتعالى كمان كرمني والعالم في عال في وادي والحمد لله، ولكن الله سبحانه وتعالى امرني بأن أعلم وأبلغ كما أخبرت حضرتكم، فهذا تنفيذ للأمر المؤخر. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القلب. الله سبحانه وتعالى يصلح حالي حالكم وحالي الجميع. فاللي هيلزم الكلام ده ويعمل بيه ويبقى كويس هيبقى كويس في الدنيا وفي الآخرة. والله فانت مع الله. طيب اللي ما ماشي بقى شمال وبعيد وعمال يبلغ ومن اعرض عن ذكري فان له ايه بقى؟ معيشه تنفع. طب ما تنفع وهتقابلك المشاكل ده على اختيارك. فحضرتك اهو الحل اتصل بمنتهى عشت هتعيش كريم مت هتموت عزيز. يبقى الخير كل الخير في الاسلام الحق الذي يدعو للسلام والمحبه بين كل الخلق ويدعو الى ان نتعاون جميعا على البر والتقوى. شوف معانا نموذج من النماذج. دخلنا احنا بقينا عندنا الساعه لازم نكمل الجمله على قد ما نقدر. اذا في بقى اي تعليقات لحضراتكم او اي حاجه على الاوقات ان شاء الله. في ناس حقت تقطع الحلقات دي، احنا بناخد من الحلقات يعني احنا بس بنحاول ناخد ملخص وبننزلها تاني فيديو على اليوتيوب زي ما هي بس بتبقى فيديو، وبنحاول ناخد من الفيديو دوت ملخص بنحاول نلخص ملخص لحد ما نلخص على قد ما نقدر عشان برضه امكانيات الناس وعلى اللي حابب يبقى معانا في بس المباشر ده افضل شيء. افضل شيء اللي عايز ياخد حاضر معانا. حاضر مع مين؟ الله سبحانه وتعالى بقى يعني ايه؟ فالله شايف الله بيبقى ايه؟ تجليات الله سبحانه وتعالى في كل مكان بقى في العالم، فانا حاضر معانا بس المباشر ده الخير كله. طيب اللي مش قادر او بيشوف الفيديو او بقى ماشي على قد بقى الله سبحانه وتعالى يقدرنا ويقدركم. احنا كل يوم الساعه 10 مساء مع الجمعه والساعه بنقدر مع بعض ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا والعلم هو اللي يكرم الانسان. الله اكبر ابن ادم الى علم الفلوس بتبقى كتير العلم ده الله سبحانه وتعالى ما يديش لاي حد علم يعني فمن اخذ به اخذ حظ وافر. ربنا يعلمنا ويعلمكم الخير كله اللي يقدر يحافظ وحاول توصل الخير ده لكل اللي تقدر عليه. في ناس برضه بتسألني طب انت ما بتهتمش مثلا بالقنوات والصفحات دي بتعملها انا مش حضرتك مش طالب مال. لست طالبا للمال من خلال يعني هذا العلم ولكنه صدقة من وجه الله سبحانه وتعالى. حتى ذاكرت من وراء هذه المعلومات ومن وراء هذا الخير، خير فهو للناس يعني برضه نستخدمه في مساعدة الناس سواء كان من خلال مؤسسة من خلال جمعية إن الله سبحانه وتعالى يقدرنا عليه. هنشيله في الخزائن يعني حتى إذا جه حاجة من ورا هذه حلقات التعليم هذه أوقات فهي من كل الناس ولاد ورسل وحياة ولاد عشان كده فده خير بقدمه للناس. جه لي الخير ده واحد جه لي الخير ده مليار واحد جه لي ما جاش حد خالص. هذا أمر تنفيذ
تحفظ الامر المخلوق يهمه نفسه الامر. دي صفه، دي صفه في الناس. اي حد يهمه مصلحته الامر يبقى مفيش حد صالح، كله بتاع مصالح. طب مصلحتك انت بقى مع مين؟ مع رب المصالح، مش هتلاقي مع الله. طيب الله يسوع اليك بقى المخلوق اللي يدي لك مصلحتك مع ده قصه ثانيه. انما تعلم نفسك من مخلوق تتعلم نفسك، مش حد، مش لاقي حد صالح، كله بتاع مصالح الا من رحم الله. طيب انت بقى هتعرف منين؟ ما انت مش عارف ده كويس ولا وحش. يا الكويس لابس ثوب الوحش عشان ما حدش يعرفه يزهق، والوحش لابس ثوب الكويس عشان ينصب اكتر ويضحك على الناس اكتر وهو وحش، فمش فارق معاه وعارف ان مفيش حد يرازيه، وهو اصلا مرازي يعني، هو اصلا شغلته يرازي غيره، فهو فلابس ثوب اللي يطلع السبحه في العرب ليه؟ عشان ينصب بيه بقى الا من رحم. فمش كل الناس سبحه، ومش كل اللي عصبي وما بقالاش عارفين. طب مين اللي ده خلاف عليه؟ ده كويس يعني، ده طيب كريم حليم عظيم. طيب باجماع الجميع بقى الكويس والوحش كلنا عارفين ان الله طيب وكريم. طيب يبقى خلي مصالحي بقى معاه، يبقى كلمتين اللي قالوا سيدنا النبي سيدنا عبد الله بن عباس ايه؟ يا غلام احفظ الله يحفظك. ما قالوش بقى الوالدين، ما قالوش يعلم الطفل اللي بقول لحضراتكم يا شباب اهو، خليك يا اي شاب راجل صغير اوعى تعلم او تنتظر من مخلوق اي شيء ايجابي. اذا كان سيدنا النبي بيقول ده لابن عباس في زمن سيدنا النبي وخير القبول وخير الاسنان وخير، بيقول له خليك مع الله سيبك من المخلوق. طب وفي الزمن الجميل بتاعنا خليك مع مين؟ النبي اللي بيقول يعني ما قالوش حتى خليك
كنت تعرف قال وانت عايز تقول لك ايه؟ جبت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه عشان تحقيق اهداف الله اعلم بيها يعني.
ينصلح ويبقى تمام وكده و سهل. حد ما حصلت مع حد قطع ازاي وعايز ايه بقى يشتغل 6 سنين اللغه بتاعتها بس هو جايب له فرصه كده عشان يقول لها بس ان انا يستهدف ايه بقى جد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستهدف ايه في المرتبه دي؟ يا ده الجوشن انا تسلم. شوف شوف الشغل ده شغل بقى وشغل ده شغل جدي بقى سيدنا النبي ده اللي مطلوب منه ومنه. يعني لما اجي افكر مثلا في واحد زي بوتين اعمل حكايه طب الله طب انا اروح له فين؟ يا حبيبي انت مش ليك ركعتين تصليهم بالليل ولا انت الحكايه دي مش موجوده في حياتك؟ مش موجوده في حياتي. مفيش حال كده مع الله وصلاتين كده ولا في السجود او ولا بعد التحيات اللهم صل اللهم محمد النبي الرحمه في ايه في عبدك بوتين لما يكون ضرب هو بوتين ده رئيس روسيا او الثاني بايدن رئيس امريكا او الثالث اللي هو عمال يضرب في اذا اسلم وبقى مسلم. ايه رايك؟ ده سيدنا النبي لا مع الناس اللي زي كده ان الله يهديها للمسلمين. طيب اوصل لهم ازاي؟ اقول الدعاء حبيبي الناس دي بالهدايه وما تعملش زي ما ناس تانيه كده يعني ايه اتباع الشيطان وما سمعهم حزب الشيطان والقصص دي. طب ادع على الناس دي يا راجل تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم بالهدايه. طيب لما جه دعا كتير على الله ليس لك يعني احنا هدفنا هداية الخلق. طب اللي مات؟ اللي مات ده اذا كان مؤمن فهو مات في الخلق. اذا كان غير مؤمن هو ده اللي يزعل. ده جد ده سيدنا النبي ده الاسلام لان الدنيا لا هياش دار مستقر. احنا جايين هنا لتحقيق هدف معين وهو الهدف عبودية الله سبحانه وتعالى وخلق الدنيا ليس الا ليعبد تحقيق العبودية. ابونا ادم كان من الشر لا تتعلم الدنيا تتعلم الادب عشان المخلوق يموت يروح اصلا نتعلم نقول حق سمعنا واطعنا ده الهدف من الدنيا انما مكاننا الاساسي مش هنا انما مكاننا الاساسي خالدي فين؟ الخلود هو الاساس مش الموت والحياه والبعد لا الخلود هو الاساس هو في الجنه لان ابونا ادم خلق الجنه خلاص يبقى احنا هنا جايين فتره نتعلم فيها ايه بقى؟ الاسلام هو ده الهدف. طب احنا المسلمين شغلتنا ايه؟ لما يكون حد غير مسلم ومسلط على المسلمين طب يبقى مسلم. طب ما الناس دي عندها تكنولوجيا طب ما الناس دي مسلمين ولا احنا لازم يعني ايه نعم نكون مسلمين فالناس دي يعني لازم نعمل كده نعم كده ونبدا احنا ايه يمكن الله سبحانه وتعالى عامل فينا كده بسبب تركنا دعوة هؤلاء الله يسلمك معايا ليه ما تسمعش كلام؟ ما تسمعش كلام ليه؟ مطلوب من كل مسلم يعني مثلا نتنياهو نتنياهو ده مسلم بالدعاء بالهدايه ما هيحصل حاجه من اثنين لما احنا نعمل كده يا اما مطلوب له هدايه فالله يهديه او ياخد الله سبحانه وتعالى يرفع صوته ويقول عليه ده الشغل ده ده جدي بقى اذا كنت عايز حلول المشاكل ده جدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ركعتين بالهدايه وبالهدايه مش بالانتقام. الانتقام ده اللي عايز ينتقم ده معلش ولا يبقى مع نصر ولا لا ده حد بتاع نفسه لا اخرج من نفسك اخرج من نفسك خلينا بقى في حول وقوت يبقى الله يديني ايه؟ احنا بقى الناس تيجي بشكل عام انا عمليا عندي دي مش شكليا اعمل ده واعمل مش عارف ايه ده عشان تيجي تسمع ناس كده ماشي هذه اوامر مامور يا في وقتها ولها مقتضيات ولها ظروفها بقى وحيثياتها انما ما هياش هي دي اسباب الهدايه الحقيقيه، اسباب الهدايه الحقيقيه بتخليك تبقى انسان صادق. يبقى كده الناس لما اتعامل في الفلوس اتعامل بضمير. الصدق المعاملات. يبقى الشكل بقى الخارجي اللي بيعبر عن ايه؟ عن الموضوع ده ويكون شكل خارجي مش النهايه مش
سيدنا النبي، والله الذي لا اله غيره، لا حل اخر، مفيش حل للمشاكل اللي احنا فيها غير سيدنا النبي كده. ودورت حته، ولما تلاقوا حل تاني قولوا لي، عشان انا برضه عايز الاقي حل، لان انا برضه عايش مع حضرتك مش عارف بس بتحصل من الانسان الطبيعي والطفل، لكن مع حل نعرفه اللي بقوله حضراتكم ده، ان نقوم بالدعوه الى الله كما يحب الله ورضاه كما فعل جد الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى دي اول حاجه، ايه ندعيه لهؤلاء المسلطين علينا من غير المسلمين الى الاسلام. يبقى طب هل احنا فعلا مسلمين حقيقيين نستحق ان من التزم الاسلام راى فينا الاسلام؟ يبقى احنا نبقى الصوره دي، يبقى نكون مسلمين مخلصين رجاله، وندعو غير المسلمين انهم يبقوا ايه؟ رجاله في السجود ركعتين. ده لما يبقى انسان مسلم هيفرق. الناس اللي معاها التكنولوجيا والنووي ومسلطين علينا بالنووي وجايبين الاساطير بتاعتهم في اسكندريه دلوقتي وغيره وغير وغير وغير، كل الناس اللي لم يدفعوا يبقوا مسلمين، الموضوع فرق. امتى؟ لما نعمل زي ما سيدنا النبي عمل كده مع زي ايه؟ زي الجوشه. اللي حابب يسمع ويفهم مرحبا. اللي شايف ان في حلول ثانيه وقصص ثانيه وهنروح مش عارف نتاجر بمين ونعمل ايه، ربنا سبحانه وتعالى بس سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حل الا بالله. لا حل الا بالله. حل الا بالله مش لنا نقوم بهدايته، انك لتهدي الى صراط مستقيم وانك لا تهدي من احببت. يعني ايه؟ يعني احنا بنشاور كده على الست، بنقوم بمقام دين النبي صلى الله عليه وسلم دعوه الناس الى الهدايه، ولكن تحقيق الهدايه نفسه في يد الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا الجزئيه اللي علينا ايه هو ده؟ يبقى ركعتين، يبقى ارفع ايدي بالدعاء، اللهم اهد عبدك، خش اللهم اهد عبدك، وابتدي اللهم اهد عبدك نتنياهو، اللهم اهد كل خلقي، اللهم اهد غير المسلمين، واخد الاسم كده. قال الله سبحانه وتعالى مسلطه عليا ومشهور كده باخد الاسم، استلمه بالهدايه. يا اما حاجه من اثنين، يا اما الله هيهديها ويخلصنا منها، ولكن استلمه بالانتقام، هيجي لك انت من نفس النور، هي انت اللي هينتقم منك، لان الله سبحانه وتعالى بعتنا رحمه. الله بعتنا وجعلنا ايه؟ المسلمين. هو ده جد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده المسلمين اللي عرفه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قال البيت بيكملوا بعد سيدنا النبي، اللي انا واحد منهم، ومعانا المسلمين رحمه ممتده من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لبقيه الخلق. يبقى ندعي للناس ان الله يهديهم، ده شغلنا، واحلال السلام الحقيقي. هو الشغل ده لو اتحضرت لك مستر بقيت سلام، تحقيق السلام الحقيقي، ده السلام الحقيقي بمين؟ بأمة السلام، أمة الإسلام، أمة الرسول، أمة جد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دول بقى اللي يحكموا الكون. وبرضا الكون، الكون نفسه يقول لك تعالى احكم لي، ما هو تعالى مين أحسن منك؟ إنما حضرتك بقى إحنا فين؟ مين؟ فين؟ إزاي؟ نسمع كده سيدنا النبي جدا، كده سيدنا النبي اللي عنده كون حد ما يكلمنيش بشكل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جدا عنده الحمد لله بشكل بقى دلوقتي. وعلى فكره وعلى مش معروف انت معايا على طول، اصل انا بحبه هو بيحبني، هو جد خلاص كده وانا ابنه، فانا كمان غير ان هو جدي ده استناني لي ورسوله، فحبه بالنسبه لي حاجه كده مهما حكيت يعني ما. فهو معايا بقى وده منطقي. ليه بقى؟ اي حد عنده ابن من ابنائه والحد ده كويس او الحد ده اي حد بيبقى في اتصال، لان في صله قرابه وفي نسب، فممكن يشوفه كده حتى موجود في الدراسات اللي هي الحديثه والافلام والكلام ده. طيب فده جد، فمنطقي ان انا هبقى دايما بعيد عشان بحبه كتير وبقى اخلاقي ايه؟ تيجي يشوفه فده حبيبي. طيب ايه هستفيد ايه؟ انا بحكي لكم الحكايه دي ليه؟ لان جدي ده قايل لي على حل جميع المشاكل بتاعتنا النهارده. تعمل ايه؟ والاوامر دي يعني ما تاخدش اوامر يعني ايه؟ الاوامر دي كده يعني انا بطلع كده قوي. ليه بقول لهم؟ بقول لهم على حل ولا اسالكم عليه اخر الا المواد التي تكون زي جدي خصوصيه سيدنا النبي. اي نبي غير سيدنا النبي؟ يعني جدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كلها
الاتصال بالله حاليا عن طريق اهل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم دول الوسط، هم دول اللي وارثين الرحمه جايه فين، منين لمين. خلاص كده. فالقصه اللي هنحكيها الحلقه الصغنططه دي فيها حل المشاكل اللي احنا فيها دلوقتي، حل المشاكل اللي بتحصل في غزه، حل المشاكل اللي بتحصل في الصين، حل المشاكل حتى اللي بتحصل ما بين غير المسلمين او سواء المسلمين، او بتحصل ما بين الرجل ومراته، حل لجميع المشاكل. مزاج وايد لان هو وانت قلت لك يعني.
يعمل مش عارف طب حتى لو كلام صحيح، هل من المنطقي ان انا ابقى في مشكله الناس بتقول بقول اه اصل دي علامه بتدل على علامات مش عارف ايه يحصل؟ يعني ده حتى عندك حتى يعني يحس يا فندم دي مش هتبقى انا الى حل. ادور بقى من الكتاب ده. طب الحل اهو بقول لك اهو، تدعي للناس دي ان الله سبحانه وتعالى ايه يهديها، فيحصل حاجه من اتنين لان انت الموضوع بيد الله. مستني بقى مش عارف جيش يروح يعمل مش عارف ايه، مع انك اصلا محتاج تتعلم الاسلام، معلش انا اسف، لان هو ده الحق، مش هتلاقي حد تاني. هتنادي على اي حد غير الله، ثم سيدنا رسول الله، ثم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كده لما العلماء وقت الانبياء. يعني انا وقت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو كده هو انا بقدم لك المعلومه اهو. ده اللي اعرف.
اتمنى بقى ان الاكل ايه والاكل يحصل والفت مش عارف مين والكلام الفارغ اللي عمال ده يا فندم. اصل مش عارف مين اورد ايه، الله سبحانه وتعالى لما بيبعت المشكله المفروض ان احنا كناس عاقلين الناس يعني عندنا اضطراب نفكر زي ما كده مشاكلنا ما نستناش ما نستناش ده موقف المخلوق. ده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال كل عام كلها البقر ولا النبي بقى وساهم وكده اه كلنا. حط بقى انت حضرتك نفسك في المسؤوليه المسؤوليه وقدامك مشكله زي دي هتقدر تقدم ايه؟ زي ما انا بعد ما اخبرت على الامر بقول لكم الحل اهو نشتغل في الدعاء الناس دي وهكذا. وطبعا الحلول اللي هي السياسيه واللي على بعض مش بتهتم فيها سواء كان بقى المؤتمرات سواء كان التحريك الامور السياسيه. طب احنا هنا نودي للجيش ولا نقدرش نودي للجيش ولا ده مش شغلنا، ده شغل الناس اللي هي ايه بتفهم في الحاجات دي اكتر لانه عارفه امتى وتعمل ايه وبتاع. انا بقول لك الجانب اللي انا افهمه واقدر اقول لك واقدر افيد بيه. اشتغل في الدعاء ان الله يهدي الناس دي وشغلك ده هيبقى ليه اثر كمسلم بقى راجل مقبول الدعوه. اه الله يهدي الناس دي يبقى اه يفرق. يبقى انا بساعد اهو، يبقى بساعد الناس اللي عايز تعمل مطار، بساعد الناس اللي عايز. طب بدل ما نحرر فيه الناس دي كده كل واحد يقول لي بعد كده كلنا المهدي حتى في منا الراجل دوت او قربنا من زمن ما كانش او كان او هو يجي بعد يبقى في الزمن ده احنا عملنا شيء مشابك يعني في الاسلام والدين مش عماله
بالتسعة ساعة حكير للغضب، غضب الله سبحانه وتعالى، عمال مستني للغضب ده. وانا في واحد الناس اللي عايزه الشر او المفروض انا احاول بقى اتجنب نزول هذا العذاب. قريت وبقى عندي علم، بقى انسان يبقى عندي بقى حكمه. العلم ده اسبابه ايه؟ اسبابه اصلي مش عارف ايه، الناس مش عارف ايه، يبقى الاصلاح، يبقى الاصلاح، مش اقعد بقى اخليها تخرب عشان لما يبقى يجي ده منطق تعقل وما ده يجي بس خبرني يعني.
هو عارف بقى ايه وفين مصلحته فين؟ اتأخر قوي بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فيه. وفي رواية المقام ده النبي صلى الله عليه وسلم هم يمنعهم من هذه الطلبة، قال القوم قد كذبوك وأخرجوك وأعتدوك، فانظر ماذا تصنع. فإن تعرضت عليهم آمنت بك واتبعتهم. الناس بقى ايه تلعب على الايه؟ على المظلوم. Thank you.
الشيطان الرجيم في الموثات التي ولدناها من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن كل قطع نستعيذ بالله ومستعاذ به ومستعاذ به والكلام اللي هو الجميل ده اللي الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب. طيب الشغل ده خلاص كده ونقعد بقى ايه نقول هو نفس لا طب يتجدد. ايه الاستعاذه المطلوبه دلوقتي؟ دلوقتي المطلوب ان انا اعرف انواع هذه الاستعاذه التي لابد ان اسير بها انا حاليا في الوقت الحالي. الواحد دلوقتي بيكتب في الفقره الرابعه اللي هي انواع المحيط اللي احنا في الاستعاذه، يعني ايه استعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ وايه الجديد بالنسبه ليا محتاج اعرفه عشان انا محتاجه دلوقتي في الوقت ده عشان ابقى امتداد لنفس الشغل ولان الشغل بيطور نفسه. فكذلك برضه اللي بيحب يشتغل العلماء ورثة الأنبياء فبرضه دول بيتطوروا وبيفهموا حاجات قد يفتح عليهم غير في حاجة هي العطاء هي اسمها الأرواح. طيب إيه الجديد بقى؟ ده إن دلوقتي لما أجي أستعيد زي ما القرآن بيقرأ حرف حرف كده كل حرف في الاستعادة دي أرواح أنا محتاجها زمان. ليه؟ إحنا زمان الشياطين كلهم يعرفوا كيف يبقى فتح الله بفتحة همزة
ولكن الشرط الايه؟ الاستقامه، عشان كده كل حاجه مكتوبه يعني القران والسير دي مكتوبه، هذه اشارات مكتوبه بطريقه معينه لكل حاجه بتدل على شيء معين. ما ممكن كانت تتكتب همزه كده من غير ما يتكتب الف تحتيها، صح كده؟ لا، لكن قال دلت على الاستقامه، يعني استقيم على هذه البيت فاستقم كما امرت ومن تاب معك. كلنا نستقيم على ان احنا لا نستعيذ الا بالله، يا غلام احفظ الله يحفظك. ما هو نفس هتلاقي المعاني كلها ايه؟ واحدة. هي دي الأنوار بتاعت الشغل ده كله بقى. الله سبحانه وتعالى بيعطيك هذا الايه؟ هذا النور، لأن الله هو اللي بيفهم. واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الايه؟ الله. ده مش علم بقى لازم تكون حد عارفه من حد، يقول لك لا، هو العلام نفسه بيعرفك حاجة أنت محتاجها والكون كله محتاجها، أو علمته أحدا من خلقه. شوف سيدنا النبي أحد الحياة. يعني الله يختار يخلق ما يشاء ايه ويختار، فما تستبعدش هتلاقي حد ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك يوم، ولكن استفيد من ده بدل ما تقعد تشغل بالك ده جاب منين وراح فين، استفيد لان حضرتك محتاج ولا محتاج للعلم ده. يبقى استقيم على ان انا استعيذ بالله على طول، ما استعيذش بغيره، لان غيره لا يملك اي شيء وغيره كلنا محتاجين. واما تعين اعوذ الله سبحانه وتعالى يقبلني بقى من الناس اللي بتستعيذ بيها. ببساطه كده يبقى خلاص بعيد من مين؟ يبقى تعمل لي الف حساب بقى. ما انا محطوط في عين مين؟ اللي هي العين. ما انا انت على شكل العين، بس دي عين بقى ايه؟ يعني باللغه العربيه المخترعه بتاع انا في عين. اواجه، ما عنديش مشكله بقى. ما انا بقول اعوذ بالله من الشيطان، بس فهم بقى ويقين وشوف دي الانوار بتاعت الشغل. ويجيب الدنيا حد يجيب الدنيا المدد، مش الدنيا واحد يقول المدد يعني ايه؟ يعني خلاص بقى معايا اي حد يجي تلاقي مثلا ايه، مجرد بس حد ينوي لي كده تلاقي ايه الله سبحانه وتعالى بيجيب بيريح، يعني من 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 باب وتلت كده ليه فخلاص بقى. اللي بقى ده حبيبي في المثل يقول لك اذا كان الوليد خاله ولا طب ان الله هو بقى حكيم اللي بقى تبع الله مش تبع حزب الفلوس مع الافراد طبعا كل واحد يبقى برضه حد من يعمل يعني يكون نشاطات يعني مثلا في الناس طيبه جدا، ولكن الاعتماد حتى لو هو يكون حسابه كله كله الله بس مالوش حق مع الله بقى. فاعوذ بالله اهو معايا المدد بقى والرعايه والضمه دي وفعلا معايا رعايه الله سبحانه وتعالى موجود بماده عطاءات ورحمه الله سبحانه وتعالى. هو ذو الجلال والاكرام يحتاج وانوار الاهتمام وذو الجلال والاكرام كله، هو صاحب الملك والملكوت والمجد وكل حاجه، هو ده سلسله الله. طب ما خلاص يقول لي اصل مش عارف حتى الجاي عندك يعني يقول لك يا عم راجع لا اله الا الله، مش هتقول لا دجال جاي ولا فلان جاي. هو سيدنا النبي لما حصل الدجال قال لما تعملوا ايه؟ مش هتقول تذاكر لا اله الا الله كده بس حطها بس بس ادي الحمد لله ماشي. اصل مش عارف ايه يا عم، تقول لا اله الا الله هي المعادله الكونيه، وقبل ان تكون كونيه هي معادله الهيه ارسلها الله في الكون يرسي بها الكون. إن الله يمسك السماوات والأرض عن إيه؟ أن تزول، من غير لا إله إلا الله ما ينفعش كده سماء ولا أرض. طيب طول ما في لا إله إلا الله يبقى في سماء. طيب يبقى لو حد يقول لك قول لا إله إلا الله، يا عم قول لا إله إلا الله، ما تخافش كلام الصيغة، لا بقول لك قول لا إله إلا الله لأن هي دي القاعدة فعلا اللي فيها حل كل المسلمات يعني حتى كده بلغة الهندسة يقول لك إيه دي النظرية اللي فيها حل كل الإيه؟ فهي لا اله الا الله خلاص. طب لا اله الا الله، طب هو لا اله الا الله هو ده اللي بستعيذ بيه، هو ده اللي بيعزني وحافظني خلاص. بجد بالله فعلم الكسب، يبقى انا كل مطلوب مني ان ابقى عبد للاله اقعد اطلب منه واقعد في ستي بقى، يبقى ده الكنز، يبقى الله هو الكنز.
ضده وعايز اي حاجه ونفسي في اي حاجه، هو ده اللي معاه كل حاجه، مش حد تاني. طب وفلان الملياردير والمالتي ملياردير ده شحات بيشحت من الله. ما واحد كده كان وقابل فاقول له انت نفسك في حاجه؟ قال له نفسي اذا سالت بسال غني. قال له ده عندي. قال له عندك كام؟ قال له عندي كذا وكذا. قال له من لا يزيده؟ قال له طبعا من لا يزيده. قال له انما الغني مش محتاج حاجه تزيد، لان هو اصلا يا ايها الناس انتم الفقراء والله هو الغني. ليه؟ لان هو مش مستني حاجه تزيد، ده هو الزياده نفسها. للذين احسنوا الحسنى وزياده، الزياده كلها عنده والخير كله عنده. يبقى لما تيجي تدور تدور فوق، تدور في الخزائن اللي عنده فوق، خزائن العلم والجهل والسلطان والعزه والعطاءات كلها، كل حاجه عنده، ما مش عند اي مخلوق. هو بقى ينزل بقدر ما يشاء وعلى حسب، بينزل بقى لحد يختبره، بينزل لحد يكرمه، لكن الحاجه كلها مكانها عنده في الخزائن عند الله فقط. وفي السماء رزقكم ولا توعدون، الموعودات كمان عند الله. يبقى خليك مع الله، يبقى خلينا مع الله، يبقى هو ده، يبقى بالله مش بحاجة تانية. يبقى كثرة بي اللي هي في كلمة بالله، يبقى بتقول لي كده بالله تتحرك، بالله يتحرك المتحرك، بالله يسكن الساكن. فعلى كل متحرك وساكن ان يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وينكسر بكثره باء كلمه بالله انكسارا حقيقيا وعبوديه حقيقيه عبادا لنا. يا سلام، شوف التشريف، عبادا لنا بالله. وتكلمنا عن الله ويتصل بألف لام كلمه بالله، فيكون أنوار إلهية بلام كلمة بالله الساكنة، ويفتح عليه بلام كلمة بالله الأخرى المفتوحة بفتحات النور، فيكون بنور الله يسير ويتحرك. ثم خلاص، بالله تسير
خليك بقى ايه، استمر بقى في عبودية الله اللي هي ها، اللي هي كثرة ها كلمة بايه؟ بالله. استمر في عبودية الله، خليك عبد لله، استمر في ده. وانت رايح بقى من الشيطان الرجيم، مين؟ مين دي كثرة الميم، لما تنطق مين في اللغة دي، مين؟ مين يعني ايه؟ يعني تعود على الناس، تعود عليا. ما اللغة كلها من الأصل من الله يعني بتحمل معاك. والله سبحانه وتعالى تكلم باللغة العربية ولكنه يكلم كل الخلق، وأرسل لك إلى رحمة للعالمين. فبينطق مين؟ مين؟ مش بالكسرة دي، مش منطوق، لا مين هي منطوقها كده، مين؟ مين يعني؟ يعني تنطق عليه. يبقى أنت خليك عبد لله سبحانه وتعالى، استمر ده. فمي عائدة عليك، يعني أنا هتأني معاك طالما أنت متكسر. عشان كده برضه الطبيعة أنت مين تحتيها إيه؟ تحتيها كسرة مين، يبقى أنا برضه معايا. أوعى تخاف، زي بالظبط إيه لما سيدنا موسى رايح إيه بزمن فرعون، إن أنت قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، لما قال له إيه؟ وقتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. قال كلا، فتأذى بآياتنا. عمال يطمنه، ما نفس الشيء، ما نفس الشيء، ما تخافش، مع الله المطلوب من كل حاجة. ده اللي بيستعيذ بقى أو ده كل ده اللي بيلسان رايح بيقرأ القرآن. فبالك بقى اللي قرأ القرآن ده اللي بيقرأ، إنما اللي بيغني ده مش كده، ده موضوع تاني. القرآن مش أغاني، يعني تخدم قرآن أغاني، يعني يعني صفحات وكلام جميل ويا سلام معانيه حلوة. لا ده شغل يا حبيبي، شغل، شغل هو أنت، شغل، شغل شغل، شغل بيكمل الكتب السابقة، شغل الدعوة القرآن وإلى تصوير، ده منهج عمل، منهج شغل. دي الناس مكلفة بشغل معين، تقوم هتكون بالشغل ده هتعيش عزيز وتبقى خير، ده مش مصطبة هي وكلام جميل ويا سلام ولك الله كلام، ده اسمه بتاع كده، ده شغل تمثيلية، ده تمثيلات وأغاني، ده تقول القرآن أغاني، لا مش أغاني. لما كل ده في الاستعاذة، لسه الراجل هيخش الفتحة، ده لسه في الاستعاذة ولسه ما رحناش للمئة. فيها كل المعاني، فيها كل ده وأكثر من ده، فيها معاني لا نهائية، لأنها صفة من صفات الله. ده كل حركة فيها معاني، ده الواقع في القرآن فيه معاني لا نهائية، لأنه صفة من صفات الله، والقرآن كلام الله صفة من صفات الله، والواصل فيه معاني لا نهائية. مش تقول لي الاستعاذة كلها، الاستعاذة كلها على بعضها الرحمة في النوران الإلهي، لا ده احنا بناخد نقتبس من هذا النور ما نواجه به في هذا الزمان، ونورث لمن بعدنا من نشعر شهادة. هذا هي الخير والشر، آدم وبين أهل الله وأهل النار وأولياء النار. ونسأل الله أن يشكر نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لكل ليه؟ لكل الخلق. فمين؟ خليك بقى إيه؟ مين؟ هتبقى عائد عليه، هبقى معاك. اوعى تنسى دي، اوعى تنسى الندى اللي بحركك، اوعى تنسى الندى اللي معاك وقدامك وبوديك وبجيبك ومفيدي كل حاجة. خلاص لا 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 نون مينا. طيب يبقى أي حد، أي مخلوق يظن إنه يقدر يعمل مع ولي ماشي لا نادي اللي هي ايه؟ يعني في بعض المرات يقول لك ناهي، ناهي او ناهي يعني ايه؟ لا 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 انسى، انسى ايه؟ انا مع الله سبحانه وتعالى ناهي، يعني ناهي يعني انتهى. انورها فيه ناهي، اوعى تفتكر ان حد يضرك وانا معاك او ينفعك، محدش يقدر يضرك او ينفعك غيري. يعني الله بيقول لنا كده، وقال للنبي صلى الله عليه واله وسلم نفسه يقول لنا كده، قل الامر مباشر، قل لا املك لكم ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. يبقى لا، يبقى اقدر حد يهددك واصل مش عارف النووي واصل لا لا لا. الارض يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، صحيح يقول لا.
فعلا انا مصدق بالله هو اللي كل حاجه وهو اللي بيقولها ولا لا؟ فيعمل ايه؟ يروح مد ايديه للشيطان وحزبه بتاع شويه حاجات كده يفتح لهم، ينفع تفتح لهم فعلهم في حاجات وحيثيات كده. طيب ايه رايك؟ الله اللي يقدر ولا الناس يصل معاها؟ ميناش الوصل هنا، إيه؟ هتروح بقى تتصل بيهم ولا هتملك على وصلك وعهدك؟ انا ما عهدي ليك يا بني ادم، انا عبد الشيطان. يبقى خليت ولد ربك من بني ادم وقومهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهاده. عايزين احنا بقى الشهاده دي ان تقول يا رب احنا راكبين، عايزين نقول تجديد عهد مع الله هو اللي فيه كل حاجه. اوعى يغركم ما فيه الشيطان وحزبه من اسباب الله اللي مديهم الاسباب دي، اللي يخطب ميه تمام ولا مع الله وحزبه، سواء كان بالسبب سواء كان بدون السبب سواء كان بدون السبب. ولقف عبدي الف لام كلمه الشيطان، الف لام، الف هي الشيطان وهي الف وصلية ولا مكلمة الشيطان لا روح شمسية وتصحب الشيء. يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الأنوار. الواحد جاي في الاستعادة في نقطة قوة استعادة لله سبحانه، استعادة لله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. السيرة التوحيدية بتوقف على من؟ الله سبحانه وتعالى، على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى، وفقنا إلى حقيقة معرفة قول أعوذ بالله الشيطان الرجيم. عشان بس الناس اللي بتسأل في الأول زي الغية السر صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسألوا الله عن خاطر ما حملك على هذا، وما حملك على هذا بعد ما حملك يبقى
يعني ده اذا البرمجه العصبيه عندي ان انا شغال ولا مش شغال. اللي هي في علم البرمجه العصبيه دي قال لك ان هي الظن بالله، لان الله هو اللي خلق الايه؟ الانسان. يبقى انا اذا اتسجل على في اللاوعي ان انا شغال، ده اول حاجه، ده اول بند في المحافظه على الشغل. بقول لك هنا تحافظ على الشغل. طب اللي هو عجز والبرمجه العصبيه عجز، فعجز بدري او العجز في السن المتعارف عليه، طيب نعمل ايه بقى؟ برمج نفسك ان انت، لا انت ما عجزتش، ادي لنفسك تحدي وخلي صدرك منها. انت ليه بقى الكلام ده؟ ليه يا برمجة كلها بتقول ايه؟ بتقول ان اللي هي
بتغارض الله تجاره وكما يقول الله يقضيه تحت تسبل عليه الحسن.